أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الرابعة من يو تي في. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية والسياسية جون باس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وخلال لقاء على هامش قمة الناتو المنعقدة في واشنطن، أشار حسين إلى أهمية دعم القطاع المالي والبنكي في العراق مع التركيز على التحديات المتعلقة باستخدام الدولار في التعاملات المالية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار الاقتصاد العراقي وتسهم في تحقيق النمو المستدام. وناقش الطرفان عدة محاور أساسية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة في العراق وإيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة. نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بقرار العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان، ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي العراقي وقف التعامل بالعملة الصينية في الحوالات المالية بناء على طلب من البنك الفيدرالي الأمريكي بذريعة وجود تلاعب ببعض الحوالات وحصول إشكالات معينة وفقا للجنة المالية النيابية. ثمانية أشهر من الجمود السياسي كسرها مجلس كركوك بجلسة قصيرة عقدت بعد ساعات من التأجيل ورفعت إلى حين استكمال الأطراف السياسية حواراتها بشأن تشكيل الحكومة المحلية. جلسة مرفوعة إلى حين التوافق، هكذا كسر مجلس كركوك جمودا سياسيا استمر نحو ثمانية أشهر. الجلسة أدارها رئيس السن ومحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، معلنا توصل الأطراف السياسية إلى صيغة توافقية بشأن المرشحين للمناصب العليا في المحافظة قبل أن يرفع الجلسة لإتاحة الوقت أمام الأعضاء لمزيد من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المحلية. انعقاد الجلسة جاء بدعوة وجهها رئيس الوزراء إلى الأعضاء الفائزين بالانتخابات في محاولة للدفع نحو شروع المجلس بعمله. وعقد السوداني ثلاثة اجتماعات سابقة مع الكتل الفائزة في الانتخابات، آخرها جرى قبل أسبوعين، ولم تظهر حينها أي علامات اتفاق على المناصب المهمة، ومن دون أن تسفر عن صيغة لتجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة المحلية. وأفرزت الانتخابات في كركوك مجلسا مكونا من 16 عضوا بواقع 7 للأكراد بين البارتي واليكتي و6 للعرب موزعة على التحالف العربي والقيادة والعروبة و2 لجبهة التركمان و1 للمكون المسيحي. انقسام الفائزين إلى جبهتين متماثلتين بالمقاعد صعب من مهمة المجلس لعدم حصول أي من الطرفين على الأغلبية، إذ يفرض القانون انتخاب المحافظ بأغلبية مريحة بواقع النصف زائد 1، وهو ما لا يمكن توافره حاليا بخريطة توزيع المقاعد، أي أن الفائز يجب أن يحصل على 9 أصوات من أعضاء المجلس. وعلى أمل الوصول إلى شكل ناجز للحكومة في مدينة التعايش، يستمر الترقب في الأوساط الشعبية لجولة جديدة من المفاوضات والحوارات لتسمية كبار مسؤوليها. كشفت عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح عن اتفاق جميع الأطراف على تشكيل الحكومة المحلية وحسم اختيار كبار المسؤولين في المحافظة خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى. الحمد لله عقدت الجلسة وكل اتفقنا أن يكون عقد هاي جلسة جلسة أولى، جلسة ثانية ما يستغرق عدة أشهر. سوينا تواقيع بأن يكون فترة انعقاد الجلسة الثانية لمدة 30 يوما لانتخاب كل من محافظ ورئيس المجلس. بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الاستعدادات في منفذ زرباطية الحدود لاستقبال الزائرين الإيرانيين بمناسبة 10 من محرم وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأكد الشمري اتخاذ قرارات لتسهيل مرورهم وتأمين الطريق. بحثنا بعدة محاور
الاستعدادات لزيارة العاشر المحرم والزيارة الأربعينية. تم مراجعة أهم السلبيات اللي حدثت خلال الزيارة الماضية، ومن ضمنها تفويج للدخول إلى المنفذ، وإجراءاتنا بصدد استقبال الزوار الإيرانيين، وكذلك تقديم الخدمات اللي موجودة والتعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات من النقل وباقي الأمور صحة وغيرها إلى الزوار الإيرانيين القادمين والمغادرين. أخذنا عدة قرارات، وكان هناك جزء من هذه القرارات تنفذ من قبل محافظة واسط وقسم من قبل باقي المحافظات اللي موجودة. احنا كلجنة أمنية راح تكون الطرق مؤمنة بالكامل على طول تنقل الزائرين. كان هناك هاجس كبير من كثرة الحوادث المرورية بالعام الماضي، أخذنا عدة إجراءات من قبل مديرية المرور تمثلت بإنشاء قاطع مرور على في منتصف طريق زرباطي الكوت وكذلك النعمانية شوملي، وأيضا سيتم نصب رادارات لمراقبة السرعة. هذه الرادارات راح تكون جوالة للحد من السرعة يعني العالية اللي تؤدي إلى الحوادث وحصول عدد من الوفيات. وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمؤتمر صحفي الاتفاق مع دولة الكويت على عدد من القرارات التي من شأنها تسهيل مرور مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى العراق. هناك تنسيق وعمل مشترك فيما يخص هذه الإجراءات بيننا وبين دول الجوار. خلال الأسبوع الماضي أيضا زرنا دولة الكويت، وكان أكو أيضا اتفاق على بعض الأمور اللي تخص تسهيل دخول العراقيين والكويتيين ودول الخليج. صدر قرار مجلس الوزراء بتسهيل دخول دول مجلس التعاون وكذلك اليمن خلال فترة محرم وزيارة الأربعينية. كشفت وزارة الداخلية ليو تي في عن تشكيلها لجنة لتخفيض ما هو فائض وسحب ما هو غير مبرر من أفراد الحمايات التي ترافق المسؤولين والسياسيين في تحركاتهم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيه القائد العام منعا للمظاهر المسلحة التي لا تتلائم وحالة الاستقرار الأمني النسبي التي تشهدها أو تعيشها مدن العراق. مبالغة في أعداد الحمايات لا تقتصر على المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في الدولة، فالساسة وزعماء العشائر وقادة الفصائل هم أيضا تسير معهم أرتال مدججة بالسلاح في ظاهرة تثير استياء الشارع في ظل استتباب الأمن. أرتال أخويا كلنا نظلل بعد أخوكم بدون أرقام، غير الشكل العدلي كله بدون أرقام ونظلل وحاطين على هذا المرسوم الجمهوري. اي غيرتك يا هيجي هاي مالتها بعدها تعرفون مالات من شو ما تعرفون مالات من يعني اقول لك مالات من شوف هذا جاي كرتي ويط ويط شو الموضوع ما تعرف اي ما هذا مغلوب على امرنا احنا شو نسوي يعني ماكو اكثر من هاي صحيح يا الله يقول الله يهديهم ويثقفون. الحمايات وأرتال السيارات المصفحة والمظللة تحولت إلى ظاهرة للتباهي لارتباطها بالقوة والنفوذ رغم كونها تعد استغلالا لموارد الدولة، وفي عيون العراقيين هي ترف لا ضرورة أمنية فيما يراها مواطنون دليلا على النظرة الفوقية للمسؤولين فضلا عن خوفهم من الشعب. الحمد لله البلد ينضح فلوس طبعا يخلي له فوج مدرع يخلي له لواء محمول جوان وكله تلقى كل شيء بفلوس من بفلوس هذه الناس المساكين. القائد العام للقوات المسلحة كان قد وجه بتقليص أعداد حمايات المسؤولين والسياسيين في تحركاتهم منعا للمظاهر المسلحة. الداخلية المسؤولة عن هذا الملف شكلت لجنة لإلغاء الفائض وسحب غير المبرر. الوضع الأمني جيد، لا نحتاج إلى ما تحدثت عنه، هناك ضوابط أيضا وتوجيهات للسيد القائد العام ولوزارة الداخلية وحددت هذا الموضوع، وهناك لجنة مشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المحددات وذاهبين بسحب ما هو فائض وإلغاء ما هو غير مبرر. حمايات الغير منسب من الداخلية بالتأكيد الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الداخلية ستفتح تحقيق بهذا الموضوع كيف تم تنسيبهم إلى هذا المكان. وفيما تغيب الإحصاءات الرسمية لأعداد الحمايات ونفقاتهم من رواتب ومعدات، فإنما هو معلوم أن معظمهم ينحدرون من عشائر وأقارب المسؤولين فضلا عن أحزابهم.
سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. سجلت محافظات عدة تزايدا في حالات الانتحار خلال الفترة الأخيرة، فيما عزا مسؤولون ومحللون أسباب زيادتها إلى عدة عوامل نتابعها في التقرير الآتي. تزايد مقلق لحالات الانتحار في العراق يستدعي تحركا من الجهات المعنية، خصوصا في البصرة وميسان والناصرية، بعد أن سجلت مدنها تزايدا ملحوظا في انتشار هذه الظاهرة. محللون عزوا أسباب زيادة الحالات في البلاد إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الأفكار المتطرفة التي تروج لها بعض الجماعات، إلى جانب انتشار المؤثرات العقلية والمخدرات. زاوية العوامل النفسية اللي تأثرت أو أثرت على الشاب نفسه، اليوم عندنا البطالة، عندنا العنف الأسري، يعني خاصة نشوف العنف من الأب أو من أحد المربين لهذا الشاب، فتلقى الآثار السلبية من العنف الأسري أو من البطالة هي تأثر على الشاب نوعا ما. النقطة الثانية هي نقطة المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا جانب جدا مهم. يمكن يعني الحكومة المحلية صوت ندوات، سوت مؤتمرات بخصوص هذا الجانب، لكن ما أثر ذاك التأثير اللي ممكن يساعد أو يقلل من هذه الحالات. وتعد فئة الشباب من أكثر المتأثرين في الظواهر السلبية، ومنها الانتحار، إذ تساهم بانتشارها البطالة والتأثر في مواقع التواصل في ظل نقص الوعي. وبحسب مصادر أمنية، فإن عدد حالات الانتحار خلال الشهر الماضي بلغ 53 حالة، معظمها لأعمار تتراوح بين 16 و50 عاما، ولبغداد النصيب الأكبر منها. بالحقيقة في الفترة الأخيرة كثرت حالات الانتحار من قبل الشباب بشكل عام في العراق وفي البصرة أيضا بشكل خاص. أكو أسباب كثيرة تؤدي إلى الانتحار، أغلبها أسباب نفسية وأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. احنا كلجنة أمنية دورنا أن نراقب الأماكن التي تستخدم دائما للانتحار، الأماكن العامة، الجسور، الطرق، النهر، شط العرب. لعلاج ظاهرة الانتحار أطلقت وزارة الصحة في شباط الماضي الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار من دون أن تفصح عن تفاصيلها، ويؤكد مسؤولون أنها تتضمن محاور وبرامج خدمية ونفسية وتنموية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، فيما يدعو مختصون إلى تكاتف جميع الجهات لمنع انتشار هذه الظاهرة. يشهد النقل الخاص في مدينة الموصل فوضى من ناحية هيكلة هذا القطاع، بالإضافة إلى اختفاء النقل العام، ما تسبب في هدر جهد ووقت المواطنين عند الذهاب إلى مشاويرهم. 4 سنوات مرت على افتتاح مرآب باب الطوب أيمن الموصل، إلا أنه ظل خاويا من حافلاته وزبائنه من الركاب، ليأتي تدخل حكومي بإجبار حافلات النقل الخاص على الانتقال إليه، انتقال يقول سائقون إنه يفتقد إلى التخطيط بخلو المنطقة من المارة بسبب تحول معظم الدوائر الحكومية إلى أماكن بديلة ودمار السوق الذي كان مركز المدينة. كنظام نظام أحسن، بس إحنا المفروض إحنا يعني ما يجيبونا قبل الدوائر وقبل مثل عندك سوق الأربعاء، مثل عندك البلدية، غير شو اسمه الأطباء، هم غير يجيبون هاي الناس كلهم بعدين يجيبون النقل. هسه تعال شوف هسه يعني فوضى. تنظيم عمل قطاع النقل الخاص وإنهاء الفوضى المرورية من الشوارع التي تحولت إلى مرآب كبير، وتخصيص خطوط لحافلات النقل الخاص، يقول السواق إنه تسبب في التمييز بين منطقة وأخرى، واضطر كثيرا من المواطنين إلى الركوب حافلتين للوصول إلى وجهتهم. الأيمن والأيسر أيسر، هسه صارنا من الصبح من الساعة 6 لحد الآن ما طالعين، الشرطة ما يخلونا نطلع، يقول إلا تاخذ لك نفر لو نفرين، ما يجينا كل 4 ساعات يلا يجينا نفر واحد. فوضى قطاع النقل بغياب التخطيط والقراجات النموذجية، فضلا عن غياب محطات للوقوف، تسبب في توقف حافلات النقل العام التي كانت تغطي جانب الموصل الأيسر.
لا حاليا متوقفه من انتقال الجراج الى باب الطوب، توقفت الحافلات عن العمل. نطلع الحافلات ماكو يعني الحركه بالنبي يونس يوميا اخراجنا يعني 12 حافله 13 حافله. تفتقر حافلات النقل الخاص بالموصل إلى أبسط متطلبات السلامة العامة، إذ إن معظم هذه الحافلات مهترئة بافتقارها إلى وسائل الراحة والسلامة للركاب المعرضين للحوادث المرورية. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. رغم درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع الأسعار، موائد أهالي سامراء تتميز بتفرد وجبة السمك المزقوف في غداء يوم الجمعة. نتابع. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى نصف درجة الغليان، فإن أهالي سامراء لا يأبهون لذلك. تفضل العائلات شراء السمك المزقوف في كل جمعة، حيث يتسيد السمك مائدة الغداء. والله هاي عادة قديمة من أبانا وأجدادنا، يعني يحبون السمك في فصل الصيف والشتاء بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة يعني فوق 50. لهذا السبب يعني أكو قبال قوي على السمك، وخصة يعني إذا المكان نظيف والسمك يعني السمك يكون طيب يصير قبال عليه في مكان. ردم الأحواض ومنع الصيد أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السمك. يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد نحو 11,000 دينار مع شواء، ويستخدم الطهاة سمك الكارب من الأقفاص في عملية الشواء مع إضافة التوابل والخلطات الخاصة بالسمك. على انت رغبه، ورغم هو الكيلو ب 11.5 الكيلو، فيعني غالي حيل، بس العالم مستمره. يعني تفتيحاتنا كل يوم من الساعه ب 6 الصبح لحد 10 بالليل، مستمرين بالعمل والحمد لله والشكر. يزيد الاقبال هو اكثر شيء يوم الجمعه، الحجوزات تبدا من 6 الصبح يوم الجمعه لحد 9 ونقوم نجهز. وأطلقت دائرة الزراعة في صلاح الدين نحو 580 ألف إصبعية من سمك الكارب، فضلا عن 7 ملايين سابحة موزعة في بحيرة الثرثار وناظمه، تأتي ضمن خطة زيادة إنتاج الثروة السمكية في البلاد. من صلاح الدين، محمد قادر، UTV. نعم صدقت يا محمد، يتسيد السمك وجبة الغداء يوم الجمعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.